ملخص أهم الأحداث التي شهدتها دولة الكويت في الساعات الماضية فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تبرعت دولة الكويت بمبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعما لجهودها في مواجهة فيروس كورونا. كما قامت دولة الكويت بمنح إيران 10 ملايين دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا. تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 130 إصابة. وزارة الصحة تعلن عن شفاء 12 حالة. الوافدون المقيمون في منطقة محافظة العاصمة يتوجهون غدا الأربعاء لمركز الفحص الطبي في أرض المعارض بمشرف. جمعية الهلال الأحمر قامت بتوزيع 1000 وجبة غذائية ومنظفات صحية على العمال في مقر سكنهم بمنطقة أمغرة تحت شعار من أجل الكويت اقعد بالبيت. الإدارة العامة للطيران المدني تطبق الحجر المؤسسي الإلزامي لمدة 14 يوماً للقادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.